هيعمل لي برينتنج لقيمه الاي وينزل سطر جديد وهكذا. طب في حاله ان انا عاوز اطبع الارقام الايفن هيقول لي ان الاي ايكوال 2 لحد الاي ايكوال 10 واعمل كل مره ستيب باي 2. يعني الحاله الاولانيه الاي هتبقى ايكوال 2 واعمل ستيب باي 2 يبقى الاي ايكوال 4 وهكذا. طب انا عندي هنا حاجه مقارنه ما بين الدو وايل والفور. انا هنا المفروض في الكود ده ان هو هيعمل لي مجموع الارقام الاعداد الفرديه والاعداد الزوجيه من الرقم اللي اليوزر هيدخله لحد النمبر واحد ديس يعني هينزل تنازلي مش تصاعد. طيب انا هعمل ديت ازاي؟ هقول له فور ان الاي ايكوال 1 تو ان الرقم اللي اليوزر دخله، اعمل ستيب باي 2 يعني في حاله ال1 وفي حاله ال3 وفي حاله ال5 اجمع لي الارقام الاود. طب لو انا عاوز انفذها بالهوايل يعني دو هوايل انه الاي عندي اقل من او تساوي الان القيمه اللي هو اليوزر مدخلها، اعمل المجموع بتاعي وارجع زود الاي تاني باتنين، يبقى الاي في اول مره هتساوي 1 ويرجع يزودها هنا يبقى الاي هتساوي 3 وهكذا. دول الحالتين اللي انا ممكن استخدمهم في طباعه الاود نمبرز. زي ما احنا شفنا هنا هو عمل كمان الكود بتاع المجموع، قال له دخل 4 ان الاي ايكوال 1 تو ان القيمه اللي هو مدخلها هنا ان بتيكوال 5، اعمل ستيب 2 في كل مره يبقى الاي ايكوال 1 تو 5 ستيب 2، اعمل السم الجديده هتساوي سم القديمه زائد الاي. طب سم القديمه بزيرو هي لسه ما فيهاش اي قيمه، يبقى السم الجديده هتساوي 1 ويرجع تاني ينفذ الكود يبقى الاي الجديده هتساوي ايه؟ هتساوي 3. طيب بعد ما تساوي 3 هقول له الناتج بتاعي السم الجديد هيساوي ال1 اللي متخزن في السم من لما كانت الاي ب1، والسم الجديد اللي هو بيكوال 1 بلس 3 هيبقى 4، قيمة الصم الجديدة 4. طب لسه كمان انا ما وصلتش للنهاية بتاعت ال n، لازم ال i equal 5، يبقى ال i في اخر مرة هنا هتبقى equal كام؟ 5، وهيعمل الصم هيطلع التوتال بتاعه 9. طب في حالة do while هقوله ان ال i اقل من ال 9 اللي هو مدخلها هيبقى سوري ال 5 اللي هو مدخلها، الاي اقل من او تساوي ال 5 اليوزر مدخلها، هعمل السبميشن بتاعي وفي كل مره هزود الاي ب 2 واعمل لوب. احنا كده نهينا الجزء بتاع اللوبينج ونهينا الجزء بتاع البرانشنج. في حاجه جديده لازم احنا نفهمها، احنا لما بنيجي نعمل اي انترفيس او فورم جوه الفيجوال بيزك بيبقى فيه لو ضغطت F7 هيطلع لي